الجنوب الشرقي بداخل الأقاليم الجنوبية وكذلك بالسهولة الداخلية الوسطى. وبشمال المملكة يتوقع بحمد الله تكون كتل ضبابية بالقرب من السهول ومحليا بشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة الصعب إلى صافية بباقي المناطق. درجات الحرارة خلال الليل ستتراوح مقاييسها ما بين درجة واحدة بإفران 6 درجات، ببولمان 9 درجات، بوجدة بمدينة فاس مكناس وكذلك بخنفرة، و12 درجة ستسجل بكل من الرباط بمدينة خريبكة بوزان وبالحسيمة. ودرجات حرارة النهار ستسجل 25 درجة ببوعرفة، 29 درجة بفيقيق، 26 درجة بالناظور، 19 درجة بمدينة الدار البيضاء، 21 درجة بمدينة الجديدة، و20 درجة ستسجل بكل من طنجة وكذلك بمدينة العرائش. بوسط المملكة يتوقع تكون كتل ضبابية بالقرب من السهول الوسطى مع هبوب رياح قوية نسبيا بالسواحل، هذا مع رفع بعض الزوابع الرملية بالجنوب الشرقي مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. درجات الحرارة بالجنوب الشرقي وبمدينة الراشدية ستصل خلال الليل إلى 13 درجة، وستسجل بمدينة ورزازات وكذلك بقلمي، 12 درجة بترودانت، 20 درجة بطاطا، 17 درجة بزاكورة، و16 درجة بأرفود. درجات الحرارة القصوى ستتراوح مقاييسها ما بين 30 درجة بابن ملال 32 درجة بمدينة مراكش، 30 درجة ستسجل كذلك بمدينة الصويرة، 29 درجة بأسفي، 35 درجة بقلميم وبمدينة ترودانت، و25 درجة ستسجل بحول الله بسيدي إفني. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية، هذا مع هبوب رياح نسبيا قوية ورفع بعض الزوابع الرملية لا سيما بالمناطق الداخلية وانتشار ضباب بالقرب من السواحل. درجات الحرارة بالزاق ستصل خلال الليل إلى 17 درجة، وستسجل كذلك بطرفايا، و16 درجة بالعيون وبمدينة بوشدور. درجات الحرارة خلال النهار ستتراوح ما بين 24 درجة بمدينة طنطان، 31 درجة بسمارة ببكرة، وكذلك بمدينة الحيون، و34 درجة بقلت الزمور وبالزاي. بأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء صحوة ومشمسة إلى قليلة السحب، كما نلاحظ درجات الحرارة خلال الليل ستصل ببئر أنزران إلى 19 درجة، 20 درجة بأوسرد وبمدينة الكويرة، و16 درجة بالدخلة. بالدخلة ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 27 درجة، 31 درجة بمدينة الكويرة، و35 درجة مرتقبة بكل من بئر أنزران وكذلك بأوسرد كعلى مقياس. وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية، سيكون بحول الله قليل الهيجان إلى هائج وكذلك بسواحل البوغاز وبسواحل الأطلسية ما بين طنطان والعيون، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيتراوح ما بين متر ومترين، وبباقي السواحل سيكون البحر هائج إلى كثير الهيجان بعلو قد يصل إلى ثلاثة أمتار. لذا على إخواننا البحر أخذ الحيطة والحذر. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام الرابعة صباحا وثمان وأربعين دقيقة، وفي تمام الخامسة مساء وأربع دقائق. الجزر في تمام الحادية عشرة صباحا وفي تمام الحادية عشرة ليلا وثمان دقائق. شروق الشمس بالرباط في تمام السابعة وأربع وأربعين دقيقة، وغروبها سيكون على الساعة السابعة وثلاثين دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يوم السبت سيستمر الطقس الحار بداخل الأقاليم الجنوبية بأقصى الجنوب الشرقي وكذلك بالسهول الداخلية الوسطى، هذا ويتوقع تكون سحب منخفضة مع ضباب خلال الليل وأول النهار بالسهول الأطلسية وكذلك بالسواحل الجنوبية. يوم الأحد سيستمر دائما الطقس الحار بأقصى الجنوب الشرقي وكذلك بالأقاليم الجنوبية وبداخل سوس مع تكون كتل ضبابية بالسهول الشمالية. وأيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء وكذلك الخميس سيستمر دائما الطقس الحار بالجنوب الشرقي بالأقاليم الجنوبية وكذلك بالسهول الوسطى مع انتشار ضباب السواحل الأطلسية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بجل المناطق. أما الآن مشاهدينا أترككم مع توقعات عواصم المغرب الكبير أوروبا والشرق الأوسط.
شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، لكم مني.